مساء الخير. ب 15 ايار الماضي ودعناكم بقاعه المينا بطرابلس مع احراز البوشريه لقب بطوله لبنان ب 3 كانون الثاني 2015. نحن معكم من الشياح بنقل لبطوله لبنان بالفوليبول، اكيد تطلعات جديده وكل شيء جديد بهالبطوله السنه مع ثلاث لاعبين اجانب من قاعه الشياح. رح ننقل نحن للاو تي في، رح تنقلكم من بدايه هالموسم مباريات بطوله لبنان للفوليبول. فريقين كانوا بوسط الترتيب بالسنه الماضيه، الرسالة السرفاند والطلائع دلهون صاحب الارض، رح تشوفوا مبارياتهم. كل شيء جديد بهالبطوله ليش؟ لانه في ثلاث لاعبين اجانب، اكيد هيدا شيء رح يعلي المستوى ورح يخلي الناس ببيوتها تشوف نجومها وتشوف نجوم جديد بالملاعب اللبنانيه. هيدي الفرصة الاو تي في رح تعطيكم اياها كل عشاق الفوليبول من بداية الموسم وحتى نهايته، مش مثل ما كان يصير بالاول، كنا ننقل من الفاينل 6 للنهائيات، هالموسم من البداية. نحن موجودين بالملعب، في معنا وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، رئيس اللجنة الأولمبية جان هميم، رح ناخذ منهم مقابلات كتير صغيرة ونرجع نحن وياكم مشاهدينا للمباراة يلي رح تنطلق بعد لحظات قليلة. مع الوزير، اهلا وسهلا فيك. يعني هي اول مره يمكن بنشوفك عم تحضر ماتش فولي بول، شفناك بالباسكت بول وشفناك بالفوتبول، السنه الجديده كيف رح تكون على الرياضيين اللبنانيين؟ والله قبل كل شيء بدنا نقول كل سنه وانتم بخير للبنانيين عموما وللرياضيين بصوره خاصه، وبتمنى كره الطائره انه تاخذ مجدها بوجود الاستاذ جان هون اللي هو مشجع للرياضه ومحب للرياضه وبيطلع رياضيين، وانه تنتقل كره الطائره مثل كره السله نشوفها بالعالميه ان شاء الله. شكرا لك استاذ جان. يعني ما بعرف شو بدي اقول، قلت انه السنه الماضيه ودعنا بعرس بقاعه المينا قدام 4000 متفرج، اليوم الفوليبول على شاشه التلفزيون من اول مرحله وحتى المباراه النهائيه، ثلاث لاعبين اجانب، شو تطلعاتكم كاتحاد؟ على الحقيقه السنه موسم رح يكون موسم واعد جدا. امبارح بملعب غزير كانت مباراه قمه بين تنورين وشكا، كان مباراه مشهوده بشكل لا يوصف. ناطرين موسم كيف انتهينا سنة الماضي، نبلشوا من أوله مثل ما التهينا سنة الماضي بالأعراس. إن شاء الله السنة يكون موسم رائع، وإن شاء الله يبعد الإصابات. يعني امبارح شفنا إصابة للاعب مهم، اللاعب اللبناني كايو معلوف بنادي تنورين، الله يشفي، الله يبعد الإصابات، وإن شاء الله يكون موسم رائع السنة. شكرا لك. إذا مشاهدينا رح نكون نحن وياكم مع كلمة للأمين العام للاتحاد وليد الأصوف، الوقوف دقيقة صمت حدادا على الراحل أنطوان شارتيه وأيضا النشيد الوطني اللبناني. بداية النشيد الوطني اللبناني. باسم الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وعائلة اللعبة نتقدم بأحر التعازي بفقيد الرياضة عامة والكرة الطائرة خاصة، الرئيس السابق للجنة الأولمبية اللبنانية المربي الأستاذ أنطوان شارتيه، ونطلب الوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح فقيدنا الغالي. وجميع الحضور.
مشاهدي الاو تي في، نحن معكم مباشره من قاعه مجمع الشياح، ومثل ما تعودتوا علينا السنه الماضيه في عنا الى جانب شادي بوفرحات الناقد والمدرب والمدرب الوطني عصام ابو جودي، ايضا رح تشوفوا معنا السنه الاحصاءات الخاصه بالمباريات واللاعبين. بدي بلش معك شادي، ثلاث لاعبين اجانب كنت عم تدرب تنورين وفجاه وقفت التدريب، بنحكي عن هذا الموضوع بعدين، لكن ثلاث لاعبين اجانب شو بتعني للعبه الفولي بول؟ بتعني نصف فريق، يعني نحن عندنا نصف فريق، صار في عندنا نصف فريق اجانب ونصف فريق لبنانيه، هذا الشيء صار كثير قوه ضاربه بالفريق، يعني صار فيك تلعب بحيالله ثلاث لبنانيه اذا عندك ثلاث اجانب كثير منيح، المهم يكون عندك موزع منيح فيك تعمل نتيجه مع حيالله فريق. عصام، ثلاث لاعبين اجانب بهيدا الموسم، شو بيعنوا لك كمدرب وطني سابق ومدرب لفرق لبنانيه عده؟ ثلاث لعيبه اجانب يعني بيعطوك قوه للفرق، اذا كان مستواهم كثير منيح يعني، ولهلا مثل ما مبين مثل ما شفنا في لعيبه عنده مستوى كثير حلو بالتمارين انا لاحظتهم يعني. فاذا كانوا منيح اللعيبه يعني بيكون الدوري كثير قوي. اذا ان شاء الله يكون الدوري كثير قوي، بانتظار انه الحكم يلي هو الدولي حنا الزيلع والدولي جوزيف خارما يعطوا اشاره الانطلاق لانطلاق هالمباراه. بركي نحن وياكم بنشوف اسامي اللاعبين بالفريقين، بدي اذكر انه طلائع دلهون والرساله السرفان هن اللي عم ببلشوا هيدي المباراه. ما بعرف اذا صاروا جاهزين اسامي اللاعبين. بنبلش بالفريق الضيف بركي الرساله السرفاند او دلهون، احمد بيير الحلو الرقم واحد، احمد سرحال، رضوان بلبل، نور الحاج، عماد سليم، رواد الحسن، شادي شعبان كابتن الفريق، زياد السيد، انس انيس اسماعيل، وائل ربح، ماتشادو البرازيلي، ريناتو البرازيلي، وتلاي المجري، المدرب نبيل سرحال، المساعد سامي بو علي، والممرن خالد بو علي. بالرسالة إلنس بالامينو من كوستاريكا إذا ماني غلطان، أو دومينيكا، لويس آدامز، محمد حربي، وسام خليفة، حسن دباح، عماد سعادة كابتن الفريق، حنو سعادة، هوري تابيا، حسن بحسون، حيدر سعادة المدرب، محمد خليفة مساعده، مصطفى حربي، والممرن إبراهيم كعين. يعني كنا عم نشوف أول طابة من قبل فريق دالهون خسروها بتاتش بلوك من فريق، وهون شادي شعبان برد، شادي شعبان عم برد، شادي شعبان لاعب دولي عصام، قطع فترة بمنتخب لبنان، صار له فترة مع دلهون، يمكن السنة الماضية النتائج ما كانت كثير منيحة لدلهون، كنا متوقعين منه يعمل أكثر من هيك نتائج. بس كانوا منيح السنة الماضية بس صار معهم بروبلم بالجمهور السنة الماضية، مشان هيك وقت ظهروا البطولة، بس كان مستواهم كثير منيح. عم نشوف ادمز السنه عم بفرجينا مباراه لهلا حلوه كثير، كنت عم بحكي انا وياك قبل الماتش كنا عم نقول انه في عنده بيتمتع بلاعيبه كثير منيح السنه الرساله، وهيدا رواد وهيدا اللاعب اللي عم بحكي عنه كمان بالامينو، معهم لاعبين على الاربعه اجانب، معهم كروس فريق بالامينو، يعني عم نلعب باثنين مستقبلين اجانب بالامينو وادامز، ومن ثاني بيني عندنا كروس باسور تابيا مضبوط، بينما بفريق دلهون معهم واحد سنت ولاعب اربعه، صحيح لاعبين اربعه، الكروس معهم اللبناني هو رواد. نتيجة عم بتصير 3-2 تقدم للرسالة. هون ما نقول كمان لمحبي كرة الطائرة إلي إنه السنة رجع القانون القديم مشي، هو إنه ممنوع لمس الشبك نهائياً. مظبوط. كنا السنة الماضية عم نقول إنه لك حق كنت تلمس الشبك من تحت ما تدق بالبيضة من فوق، بينما هلا بالباوند البيضة، بينما هلا متى ما لمست الشبك يعني هيدا غلط بحسب نقطة الفريق الثاني. اذا بدايه رائعه ل اكس اكس ال بطوله لبنان للفولي بول لموسم 2015، و4-1 4-2 عم بيتقدم فريق الرساله بهالمجموعه الاولى. بدي اذكر شادي انه الفريقين التقوا اربع مرات بالسنوات الماضيه وكل فريق ربح مرتين. هذا ريناتو البرازيلي
ربح شوطهم مالت فريق دلهون. ريناتو لاعب قديم تقريبا، دلهون جايبين يعني مثل ما مبين جايبين لاعبين اجانب كانوا يلعبوا بالسنين اللي قبلها. ريناتو كان يلعب مع بلاط وزلاي كان يلعب مع البوشريه. تفضلوا يجيبوا لعيبه بيعرفون. صح صحيح. بس فريق الرساله معه ثلاث لعيبه من دومينيكا ومنسجمين مع بعضهم بتصور كمان بيساعد الشيء. والتعادل 4-4 بهالمجموعة الأولى من مباراة الطلائع دلهون والرسالة السرفان. استقبال عاطل عند الرسالة. شادي بيدافع وهيدا رواد كمان شبك. هون بدنا نقول انه حنو سعادة هو ابنه لعماد سعادة كابتن الفريق. شوف مستلمين سنتر العائلة صاروا سنتر نعرفه لحنه كان يلعب سنة الماضي برا. يلعب أربعة مزبوط حنه. وهيدا تالت سيرفيس على التوالي لشادي الشعبان. لهلا مبين فريق الرسالة اللعيبة مش معودين على السيرفيس الفلوت. صحيح. استقبال شوي عاطل مهزوز. المبدأ الفلوت لازم يستقبله صبيع. صبيع. دلهون كان عم يتقدم 6-4 قبل هالخطا المباشر ارسال بالفيليه. هون شادي وفر على المدرب تايم اوت. 6-5 بكير. تابيا تابيا على السيرفيس اكيد سيرفيس جامب. ريناتو برافو يا رواد. رواد لهلا مبلش مباراة حلوة. مباراة قوية وحلوة. 7-5 نتيجة تقدم لطلائع دلهون على الرسالة السرفان. بدي أذكر أنه عم يحضر هالمباراة وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد الفولي بول جان هميم، إدمو غريوس رئيس بلدية الشياح، بالإضافة لعدد كبير من الإداريين، نواب رئيس الاتحاد علي خليفة وأسعد النخل. ودلهون عم بيزيد تقدمه ل 8-5. طابة ذكية من عماد. لهلا شفنا استقبال الرساله مهزوز شوي. مزبوط. صاروا هيدا رابع بتصور رابع نقطه بتاخذ دغري على السيرفيس. خطا مباشر على الاستقبال. شادي الرساله اذا كان عندهم استقبال عاطل ما في مين يصلح. صح سولي. صحيح لانه الباسول عندهم جديد مش ما صار له زمان، صار له 6 سنين بس عم بيعلي. بينما شادي ثاني ميله انه مخضرم صار له وقت صار له فتره، هذا بيعطيه امتياز اكثر شوي. بعد ما فينا نحكم على الفريقين ببدايه هالجيم، بدنا ننطر شوي. مزبوط. هلا الاستقبال نحن عم نحكي لهلا نتيجه 8-5 تقريبا 4 نقاط رايحه للرساله بالاستقبال. يعني مستقبلين 7 طابات 2 منهم ايرور غلط واثنين ما تعلوا. مزبوط. ارسال لرواد الحسن. ريناتو الرقم 18 ريناتو البرازيلي. طابير ربحاني الفرق عم بينزل 8-6 والارسال للرساله بالامينو من الدومينيكان بالامينو. بيير حلو على الاستقبال. شادي الشعبان مع زلاي وزلاي بيسقط تاتش بلوك. مع انه حشره كثير بالباس، يعني المفروض بهالزون الضيقه يعلي له الباس يريحه اكثر. طلع يمكن 20 سم فوق الشباك. ايه انه زركوا فيه على الاخر. بس زلاي كمان لاعب مخضرم وعتيق. عماد سليم على الاستقبال وهيدا حنو تتهدى وهيدا زلاي ورواد. في استقتال من الفريقين. وهلا شادي الشعبان تنسيق تام. ودلهون عم يتقدم 10-6 هو ومشادو البرازيلي. شادي دلهون قادر يستعمل النص كثير لانه من قبل انه الفريق انصاص تبعه شوي نتفه اعلى من انصاص تبع فريق رساله. ساعة
في ضياع شوي بفريق الرسالي عنده مشاكل بالاستقبال لهلا. 11-6 تقدم لطلائع دلهون بالمجموعه الاولى. عماد سيرفيس فلوت كمان بيجي هين ايه بس حسب تابيا على ايدين زلاي تاتش بلوك. عودة عماد سعادة كابتن الفريق عرض الملعب والارسال لحنو سعادة عفوا الارسال مزبوط لحنو سعادة صحيح طابة حلوة طابة فيها تمويه عطى بين كانوا عم بيعطي للنص رجع اخذ الاربعة نفس العلو اثنيناتهم ونفس سرعة الطابة طالعة معهم يعني هون كمان كنا عم نشوف مشكلة لانه بلوك النص ما طلع طلع بلوك الطرف محله على النص وهن كانوا 3 على 2 يعني في فسور قدام والنتيجه حاليا 12-7 هلا رواد على السيرفيس رواد الحسن اوه خطا مباشر 12-9 بتصير النتيجه 9-12 محمد حربي سيرفيس فلوت على زلاي زلاي كمان برافو يا حنو تابيا بالاوت باس بعيد شاتو دياغونال لبرا دياغونال ضيق لهلا متعدين بالاتاك بس بالكونتر اتاك فريق دالهون سابقهم بمنيح لفريق فريق الرساله الفرق بالكونتر اتاك بين لهلا هو الفرق بالكونتر اتاك لانه استقبال عن الكونتر عاطل عم بيجي طابه هينه لعندهم لتاني ميل عم يستفيدوا منه مظبوط 4 نقاط الفريق صار 13-9 وهلا ادمز لويس ادمز دومينيكاني سيرفيس جامب اكيد اوه كثير بعيد خارج الملعب نقطة ببلاش لدلهون مزبوط يزت الطابة معه طلع شوي بعيدة عنه بس يزت الطابة غلط اللعيب خلص بيعتبر راح سيرفيس وما كان مفوت فيه قوي كمان بعد وهلا مشادو برافو يا حنو اوه طابة حلوة كثير طابة حلوة وذكية من بالامينو لاعب رايق مزبوط معهم اثنيناتهم الاربعات تبعهم منيح والكروس لهلا مبين كثير منيح بس عندهم بس يحلوا مشكلة الاستقبال ما راح يضل استقبالهم هيك بتصور كل عماد سعادة الكابتن ارسيل زلاي شادي ورواد عن جديد شادي زلاي وريناتو بفريق بفريق دالهون معروفين استقبالهم كثير منيح كانوا على طول ستابل استقبالهم وهيدا عطيهم بوش وبيير كمان استقباله منيح شادي شعبين استقبال جيد هلا نفس القصة داس خط الخط طابيا يعني لهلا الباسور ما عم بيكون مرتاح ابدا عم تيجي طابات كثير بعيده والفرق عم بيزيد لست نقاط 16-10 تكنيكال تايم اوت كمان لمصلحه فريق الطلائع اصحاب الارض يعني بنذكر انه السنه الماضيه السنه الماضيه باخر ماتش يعني بس اذكر الجمهور بين دالهون والرساله ربح دالهون 3-1 هيدا الماتش كان اللي بيربح بيطلع على الفاينل 8 واللي بينزل بيخسر يعني بينزل لتحت فكان ماتش كثير مهم وكان ماتش عن جد قمه وبانه الرساله ما كانوا مفروض كانوا جايبين اجنبي على اساس انه كثير منيح وما كان كثير منيح ان شاء الله يكون ماتش كمان مثل ماتش السنه الماضيه كنت عم بقول انا انه الفريقين ملتقيين 4 مرات بسبعة شباط 2012 دالهون ربح 3-0 بحاره صيدا ب 3 نيسان 2012 الرساله ربح 3-0 بانسحاب دالهون ب 3 اذار 2013 الرساله ربح على دالهون 3-1 وب 7 شباط 2014 دالهون على الرساله 3-1 بهالقاعه بالذات فريقين عم يرجعوا على ارض الملعب وبعده شادي شعبين كابتن كابتن دالهون على الارسال بعده عم بيلاقوا مشاكل تابيا رناتو مع بلوك
من حنو سعادي. برافو يا حنو. شادي صار مرتين عطيون افونتاج لفريق دالهون لفريق الرساله. اول مره كان ساحب بالسيرفيس خسر سيرفيسه وهلا ضرب على الليبرو بدل ما كان عم يضرب عم يربح الرقم على ادمز بادمز كمان غير. خليني انا اقول شغله هون، كنا متوقعين جمهور اكثر لكن التعس العاصف ما خلى جمهور الفريقين يوصل لهون. طقس عاصف وثلوج يعني، بس في جمهور ورانا كمان منيح. في جمهور بس كنا متوقعين مثل المباراة اللي حضرناها وقتها. 17-11 تقدم لطلائع دالهون على الرسالة السرفان. ريناتو لاعب الأجنبي بصفوف دالهون. على الشبك عماد وكمان تسقيطة، يمكن هيدي أول استقبال بيجي منيح ليتعلق. سقطها بالاوت بس هو نازل من ورا كمان، ما عنده خبره فيها بالطريقه. تايم اوت عم بيطلبوا بسرعه محمد خليفي. سبع نقط صار الفرق 18-11. يعني السنه اللي معه فريق بالفريق باسور لبناني قادر يقوم بالفريق بيعطيهم افونتاج لانه بيكون معه ثلاث اجانب ضريبي. اللي معه باسور منيح يعني قادر يقيم فيه. هلا كمان بدك استقبال هو الاساس بكل شيء، لهلا الاستقبال بفريق رساله ضاربهم على الاخر. اي استقبال منه منيح وبلوس انه موزع منه عم بيقدر يخلص طبيعته. ما عنده خبره كثير بعد. ١٨-١١ نتيجه كبيره باول شوط. ريناتو كمان مع جامب سيرف. تابيا باس لريناتو. ريناتو عم يشوط وحده بلا بلوك. و 19-11 الفرق عم بيزيد، عم بيقترب طلائع دالهون من انه ينهي المجموعه الاولي. مزبوط ماشيين كثير منيح لهلا، موفقين كلهم. اجمالا دالهون على طول بيتوفق على ملعبه هون. ريناتو بعده على السيرفيس 19-11. استقبال باس بعيد خلص واول طابه خطف بينجح فيها محمد حربي بيقلص الفريق 12-19. تبديل بالرساله، خروج محمد حربي ودخول الرقم 6 او في تايم اوت. لا بتصور صار لغط شوي. شايف شيء المدرب بالفريق بتصور منه ريجي، يا فاتوا فورماسيون ما وقفوا محلهم يا شيء يمكن عم يجرب يقطعها كان. هون عم نشوف محمد خليفي عم بيعطي تعليمات للاعبي الرساله. هيدا بعد الجمهور الموجود بالملعب. جمهور دالهون. كمان ما نذكر انه جمهور الرسالة جمهور قوي كثير. هون عم نشوف بالامينو افضل مسجل بثلاث نقاط. مزبوط في كلهم في ثلاثات، في عندك شادي، عندك هاري تابيا، عندك إلنس، عندك رواد حسن، كلهم ثلاث نقاط. شادي مسجل ثلاث سيرفيسين وتسقيطه. ف لهلا البست سكوررز بثلاث نقاط كله الماكسيموم. فلامينو على الارسال للرساله. راتو بتدافع. بلوك حلو كثير من عماد. بلوك حلو كثير من عماد. عماد سليم على طول عنده بلوك ثابت. عماد هيدا اللي بنعرفه بالعماد. مزبوط انا بسميه مغناطيس. مزبوط بتشوفه عماد ما بينط كثير او شيء بس عنده مسافه ايديه طوال على الشبك. صحيح صار في تبديلين بالفريقين بالوقت اللي كنا عم نشوف فيه الطابه بالاعاده. 20-12 تقدم الرسالة، تقدم دالهون على الرساله. شا
سبك من رواد مظبوط. رواد الحسن شبك 13-20 وحنس عادي واوت كمان لهلا بعد مش فريق رساله ملاقى حاله بقلب الماتش 21-13 تقدم لدى الهون. رواد الحسن على السيرفيس سيرفيس جامب برافو يا رواد اخ ياهل بيخلص بس هالمره شبك ونقطة للرسالة شبك من مشهد البرازيلي هلا مجبور تلبس مصان ستريتش صرت انا لانه صح كل طابة بدها تدق شبك صارت 21-14 ريناتو سيرفيسين واتاك بتخلص عن شادي بتخلص عن جديد من الرسالة وتابيا تاتش بلوك بيربحها على مشادو عم يطلع مدرب دياجونال عطول شادي عم بيكون برا يعني النتيجة تقلصت شوي كانت وصلت للتسع نقاط حاليا ستة هون عم نشوفها كنا تابيا كان عم يسجل محمد حربي سيرفيس هين كثير ما فيهم يلعبوا هيك لانه عم بيقدر يلعب شادي عم بيعمل عم يلعب فنتات يعني عم بيكون استقباله ما بيلعب هيك مع فريق مستقبل تقريبا استقباله لهلا يمكن 70% او 80% اذا بنشوفها هو استقباله منيح اساسا ثلاث لعيبه عنده اللي بيستقبلوا ثلاث لعيبه منيح صحيح ريسبشن عنده صفر مش ولا غلطه لهلا. ولا غلطه استقبال برافو يا هي طابة استقبال منيحه حطيتهم قدر لاعب على ثلاث لعيبه 16-22 والارسال للويس ادمز ثلاث لاعبين من الدومينيكا عند فريق الرساله برافو بيير ورواد تاتش بلوك على بالامينو 23-16 هلا الكروسيه اثنيناتهم صاروا من ضمن البيست سكوررز يعني رواد وتابيا اثنيناتهم عندهم اربع نقاط عودة عماد ستيم على أرض الملعب وخروج نور الحاج خروج نور نور فات يضرب سيرفيس محل عماد مشادو أي أي خطأ كبير من لويس أدامسون مظبوط باس غلط لتابيا 24-16 شادي مشادو بحب يعيطوا له لوغران لوغران هو لوغران اسمه لوغران مشادو من جديد واو بأي طريقة بينهي المجموعة الأولى 25-16 بتقريبا 20 دقيقة من اللعب 1-0 للطلائع الهون شادي عندنا مشكلة بتصور بالفرق منهم جاهزين كثير لأنه ما صار لهم يلعبوا كثير متوشي بلشوا كلهم مأخر الموسم تبعهم بالتدريب بعد سهرة راس السنة يعني ما فينا نحكم على الشباب وحتى لا حتى هن بلشوا الموسم مأخر يعني شادي كان عم مرن فريق وعرف الفرق عم تبلش يعني قبل البطولة بجمعتين أو ثلاثة وهذا شيء مش مقبول يعني حتى الأجانب يمكن واصلين قبل بجمعتين يعني حتى يمكن مش عاملين ماتش تمريني أول ماتش عم بيكون بطولة للرسالة هو اليوم هلا مثل ما مبين مثلا فريق الرسالة مش لاعب كثير مباريات تحضير، فريق الدلهون بيمتاز شغلة خلينا عصام ناخذ بريك بحلقتنا بنقلنا المباشر اليوم ونرجع بعد البريك بنرجع مشاهدينا لقاعة الشياح، كنت عصام عم بتقول شيء قبل ما نروح على البريك انه الفرق منا حاضرة والأجانب وصلوا مأخرين مزبوط يعني انعمل ثلاث اجانب مشان تحسن اللعبه اكثر هلا اللي عم بيصير انه الفرق عم تبلش مؤخر كلها يعني بتبلش بشهر 12 وعندك عيد الميلاد وعندك عيد راس السنه يعني ما في حصص تمرين كافيه وما في مباريات تحضيريه مينيمم الفريق لازم يبلش قبل ثلاث اشهر البطوله واللي هذا اللي عم بيصير يعني هلا مثلا مبين فريق رساله ما كثير بعده فايت بالجو
يعني بفهم انه نحن اخطانا بلشنا النقل من اول مرحله. لا نقل ما خصه، بس نحن عم نحكي الفرق لازم تكون محضره، وخصوصا السنه صار في ترانسفير، يعني اللعيبه صارت اذا بده يجي بده يكون معه ترانسفير والا ما في يلعب، يعني مش مثل قبل. يعني صار اغلى على الفرق انه يبدلوا الاجانب والكلفه اكبر. مش ذات بدك بتغير، يعني بدك تاخذ الاجنبي بدك تشتري على فريقك تثبته مثل ما هو. هذا افضل للعبه لانه بيصير استابيليتي بالفريق، مش كل ربع ساعه اجنبي. شادي اول مجموعه شفنا في ضياع عند الرساله، في استابيليتي اكثر عند طلائع دلهون، تتوقع يستمر هالتقدم بالمجموعه الثانيه؟ انا بتخيل رساله بعد فيهم يعطوا احسن من هيك، يمكن لانه بعد مش معودين شوي على بعض، هيك مثل ما مبين استقبالهم بعد مش اخر كثير منيح. انا بتخيل اذا بيزبط استقبالهم هجوميا كثير منيح، وشفنا عم بيقدروا يلقطوا عالي. ما بعرف ان شاء الله حتى هيك يصير في شوي وانا معود على رساله دائما بيوعوا بجرباته. لكن الفريقين على ارض الملعب، وبنرجع نحن والمشاهدين لنشوف الارسال لفريق الرساله مع محمد حربي. المبدا التشكيلي بعدها هي ذاتها، يمكن خروج عماد صحادي ودخول حسن بحسون بالرساله السرفان. مزبوط خطيف، وهون محمد حربي بلش. يعني شادي على طول اسوء تبليشي معقول تبلش بفريق فسور يخسر سيرفيسه لانه معه ثلاثة بلوك على الشبك بيكون صحيح، وثلاثة طوال بيكون الكروس قدام بيكونوا كلهم قدام. رواد جامب تابيا تاتش زلاي لريناتو، ريناتو عم بيسجل على مركز رقم ستة، ما بعرف ليه عم بيتركوه عم بيرجعوا، صار شايط طبتين بنص بلوك تقريبا. هلا طبته شوي بعيده شادي انه عم تجي بايد الدفاع ورا، بس هن متوقعين انه موشات عاطله ما يطلعوا. رواد مضبوط 2-0 تقدم لدلهون، ورواد الحسن على الارسال، وبعده رواد بالجامب ادم جوا. طب كثير حلوه طلع حتى مطرح ما بده، وزلاي ما طلع ما ساعد على النص. مضبوط في اوقات البلوك بيستلشي بالطابه بيشوف الباس شوي بعيد ولا كذا ما بيطلع. فالامينو دومينيكاني سيرفيس جامب اكيد ثابت هاللاعب، ثاني سيرفيس على التوالي للرساله بالشبك، مبين دالهون ثابتين اكثر ان كان بالاستقبال او بالهجوم او بالبلوك، عم بيلعبوا كفريق افضل من الرساله، الرساله هلا افراد اكثر. زلاي سيرفيس بول اوت، نبيل كان عم بيسال كوتش الفريق عم بيسال اذا اوت. 3-2 عم بتصير النتيجه. كمان سيرفيس جامب تحت الشبك، يعني الرساله في مشكله كبيره اليوم، ثلاث سيرفيسات ورا بعض وسيرفيسات هينه، يعني مش سيرفيسات صعبه. 4-2 لوغران سيرفيس جامب اكيد غلط، طاب تايم مضبوط من محمد حربي، عم بيطلع الفريق دلهون عارفين حالهم شو بدهم، بده يربحوا الماتش 3-0 ما رح يخلوا النقاط يضيعوا عليهم، مفروض فيهم يكملوا. شادي لجران سيرفيسو منيح وستابل كمان. طيب جوات الملعب مضبوط، بعده الفارق مش كثير كبير 5-3 او 3-5 معقول يوصل السيرفيس هلا؟ تابيا يعني كنا بدنا نقول ثالثة ثابتة، تنشوف الرابعة. ثالثة ثبتت ثبتت غلط غلطت تابيا زبطت معه جامب 4-5 جامب وايس. سيرفيس عن جد كان صعب، زاوية ضيقة أربعة خمسة النتيجة. تابيا بعده على السيرفيس، يعني إذا الرسالة بيرجعوا بيلعبوا على السيرفيس ومعهم ثلاث أجانب ثلاثة سيرفيساتهم منيحة. كمان
بيير بخلصها ريناتو شبك. شبك مظبوط شبك واجمالا طابة بعيدة عن الشبك، مفروض البلوك يطلع ديفونسيف مش يطلع هجومي. عم يطلع يجرب، لاحظ ليك عم يطلع يجرب يفوت لعنده بعد مش معودين على السيستم الجديد كمان عصام. مظبوط وهيدي مشكلة شادي شعبان بعدها، وهي في دقة شبك من تحت كمان ما انتبه للحكم، بعده كمان الحكم معوض على الطابة من تحت. عندنا لويس ادمز كمان، هيدا رابع سيرفيس من ست نقاط من سبع نقاط، اربع سيرفيسات بالشبك، هذا شيء مش مقبول. بعدنا باول بارتي يعني ما فينا نقلع بالشكل هيدا. حاليا تقدم طلائع دلهون 7-5 بهالمجموعه الثانيه بعد ما كانوا ربحوا اول مجموعه 25-16. واو ريناتو برد، انعدوا الشباب 7-6 او 6-7 بانتظار نشوف مين راح يحسم التكنيكال تايم اوت بالمجموعه الثانيه. 8-5 8-6 تكنيكال تايم اوت لمصلحه دلهون لهلا. بس سكورر هوري من فريق الرساله 5 نقاط، تابيا وكمان من الرساله سرافاند معه الالس كمان 4 نقاط، رواد حسن 4 نقاط، ريناتو من فريق دلهون كمان 4 نقاط، لويس ادمز من الرساله 3 نقاط. بس سكوررز لهلا من فريق تقريبا الرساله اكثر من دلهون، بس عندهم دلهون فريق اخطائهم اكثر من فريق رساله اخطائهم اكثر من فريق دلهون. نحن بنعرف الفولي بول اللي هي اللعبه مش مين بيسجل اكثر، مين بيخسر اقل عدد ممكن من النقاط. الدفاع هو الاهم، يعني مين بيخسر اقل عدد ممكن، ما فيك تخسر طابه هيك، لو ربحت طابه بدك تخسر طابه مقابلها. الرساله هلا بهيدا الشوط نقصت 8 نقاط، خسرين 5 على السيرفيس. صحيح، يعني هيدي غلطه مش مقبوله. اذا عم نشوف من كل الاعمار بانطلاق بطوله لبنان اكس اكس ال للفولي بول لسنه 2015، والاو تي في معكم لكل يلي هلا انضموا لنا من قاعه الشياح، مباراه الرساله والطلائع دلهون. خاطر فيها كثير، هو الباس باس ما كان كثير منيح، يعني بالضبط انه على شادي هو اللي دافع، وعاده بس يدافع الباسور الليبرو بيعلي او السنتر اللي قدام، اجى الباس كمان منه كثير منيح. ريناتو ينكسها باس غلط طالع بس، وهيدا تابيا بلوك هالمرة. هلا عندهم هلا دلهون لين بلوك كثير مرتب، يعني زلاي وليجران اثنيناتهم منيح بلوكاتهم. مظبوط، مش سهل تقطع عنهم. كان رواد كمان حدهم، كمان رواد ثاني ميلي. رواد حاليا على السيرفيس لمصلحة طلائع دلهون، معه 4 نقاط رواد، سجل 4 نقاط منيحة هيدي. تتخلص من زلاي، تتوصل حنو، طابة طلقت. ما في اخطاء مش مقبولة يعني اللي عم بيصير، باس مش بمحله. ايه لا لا، يعني اجي موشات منيحة، اجي موشات منيحة، لازم يلعب على رواد على البلوك واحد هذيك الجهة، وهيدي هون طابة كثير واطية شوي، على طابة سريع يعني. مظبوط، معه لاعب برا، وصلت له خاطئة الطابة. مظبوط، بس انه يصلح بطابة اعلى مش واطية، عم بيصير التصليح مش عم تزبط. ما صاب رواد بس عمل ايس، لا والله تخلصت خلصت. يعني اصطدام لاعبين هذا كنا عم نحكي، الرسالة بفرجينا قديش عمل المشكلة. عم نحكي نحن انه هيئتهم منهم جاهزين بعد، اللي مبينين ضايعين بالملعب. تايم اوت
وتعليمات من المدربين. ذكر انه الطلائع دلهون متقدم 1-0 بعد ما ربح المجموعه الاولى 25-16، حاليا متقدم 11-7 بالمجموعه الثانيه. لهلا مثل ما مبين كمان الانسجام بفريق دلهون شوي اكثر، لانه يمكن لاعبي قدم شوي عتاق هون موجودين، معودين على الجو هون، معودين على كل شيء. كنا عم نشوف الحكم الدولي حنا الزيلع، ارسال كثير بعيد من رواد. رواد بيعرف انه من بعد تايم اوت او من بعد تكنيكال تايم اوت او من بعد تشينج لازم يوصل، مش لازم ياخذ مخاطره بالسيرفيس. مضبوط، وقفات وخطر فيه. هذا لاعب منتخب صلاي. خلصت بالثلاثة بلوك. يعني عندهم مشكلة كمان على النص، رسالة نص تبعهم منه كثير منيح. مضبوط، عامل الطول بيأثر. 12-8 تقدم لطلائع دلهون. هلا حنه بيلعب أربعة، كان عم بيلعب النص. في زون. هون عم شوف زون. مرمي من ورا الدوران. 13-8 والفرق عم بيزيد أكثر وأكثر. هون كابتن فريق الرسالة. هون عم نشوف زون على اللاعب محمد حربي. قاطي 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 الكروس، كان هذيك الجهة ثاني ميلة. مظبوط، مش مفروض يقطع الكروس ثاني، لا شماله ولا يمينه. خطيف قاطع. ايه. زلاي. استقبال من حنو. وطابيا. بلوك. ما بيقدر يقطع عنهم بطبيعة واطي، مجبور يعليله لأنه كمان هو عنده ديتانت، مفروض يطلع يكمل طلعته يقدر يضرب. وأنا عم شوف طابي واطي وشوطها. يعني عم تطلع مستواها بعلول ال بس ما ينسى كمان إنه البلوك صح. مظبوط. البلوك دلهون صح عم بيكون. 14-8 لمصلحة طلائع دلهون وبلوك جديد. معه لاعب أربعة، ليش عم يلعب على الستة ما بفهم. ما بعرف، معه شادي شعبان، يعني هو عد أكيد شادي شعبان بلوك منيح كموزع لبناني بس. اوطى بلوك موجود على الشبك حاليا، هلا المفروض يلعب عليه ومعه شويط منيح على الاربعه. هو اجمالا شادي السته ما بنستعملها لبس يكون معنا خطيف جاهز عم يطلع. نحن هون عم يلعبوها تيخلصوا طابه بالسته. شبك كمان من لويس ادمز، الفرق عم بيكبر. ثاني تكنيكال تايم اوت 16-8. يعني فريق طلائع دلهون اليوم مسيطر سيطرة شبه تامة. لهلا البس سكورر لجران صار، لأنه هلا عمل ثلاث بلوكات، صار بمصف. يعني مستوى اللاعبين الاجانب شادي لحد هلا شو رايكم فيه؟ انا لهلا المستوى مقبول كثير، قلنا لك بالنسبه لدلهون زلاي بنعرفه، لاعب سنتين بالبوشريه كان بطل، كمان في سنه منها كان بطل، ريناتو لاعب محبوب كمان كان لاعب كثير منيح. عم نشوف اللاعب كان مع المنتخب لبنان لوغران اجى كخطيف، وعم نشوف اللعيبه الثلاثه الموجودين برساله ثلاثهم لعيبة منيح، إن كان أدمز أو تابيا أو بلامينو، ثلاثهم كثير منيح، بس يمكن الفريق بعد مش راكب، بس بتصور معهم بيعطوا نتيجة أفضل. زلاي على الإرسال لمصلحة الرسالة. زلاي معروف بسيرفيسه، إذا لحق وبلش وقلع وبلش فيه بيلعب على طول بيكمل، يعني معه سيرفيس صعب طبعاً. 16-8 كمان مرتاح بالنتيجة، يعني بيقدر يخاطر. أكيد قدر يخطر بسهولة. هون كنا عم نشوف لفت نظر للمدرب محمد خليفة من قبل حنا الزيلع. عم بيشيروا على طابة الفيلة. توجه بحكي لجوزيف خرما. حكم الدولي كمان. حكم المساعد. هذا كنا عم نحكي عنه، رواد بدافع. بيعلي ربيع بيير سوري عفوا. وهي عن الستة عن جديد، بس المرة بتقطع. والنتيجة 16-9.
لمصلحة طلائع دلهون. وبيرجع حسن. حسن بحسون على السيرفيس. هالمرة ما بيضرب الجامب. فلوت على الخفيف. وهيدا كمان لوغران عم بيسجل. بفانت حلو كتير. مزبوط. اللي مبين جهوزية فريق دلهون لحديت هلا منسجمين أكثر لعيبة. لأنه الأجانب بفريق رسالك ثلاثتهم منيح. بس اللي مبين الفريق منه كثير منسجم بعد. هون عم نشوف تبديل لوائل ربح دخول محل عماد سليم. وائل كمان لاعب نادي غزير سابقا. لاعب سطرة وكان منتخب لبنان كمان. منتخب لبنان كمان. لوغران كمان مساعدة الشبك تقطع. طابة واطي. تربح هالمرة من ادمز. 17-10 تقدم لطلائع دلهون. تابيا شفناه باول مجموعه كان افضل تابيا، ما عم نشوفه كثير بقى بثاني مجموعه. هيدا جمهور دلهون. معاناه الارسال بالفيلال اليوم للرساله. مزبوط. يعني لهلا يمكن صاروا 7 ارسالات خاطئه بالشوط هيدا. يعني 18-10 بتصور الشباب كل طابه بيخسروها هلا بيكونوا عم بيصعبوا المهمه على حالهم. وريناتو بوصل طابه وعلى الاربعه تاتش بلوك. ادمز بقوه هالمره. باس عالي على الاربعه بيطلع مرتاحين كثير منيح فيهم. ما معه استقبال منيح، مش مفروض يقدر يلعب الا طابات عاليه يعني. شوف تاتش بلوك عوائل كمان عم يضرب فلوت تحت. عم بي ناتو بتتهدى وتابيا بلوك اوت من وائل. يعني الرساله طابتين ورا بعضهم، ان شاء الله يعطيهم معنويات هالشيء حتى يرجعوا بالمجموعه. تايم اوت. تايم اوت عم بيطلبوا الرساله. دلهون نبيل كوتش نبيل. فريق خسران ثلاث طابات ورا بعضهم. كنا عم نحكي عن مستوى اللعيبه الاجانب عاجبينه لشادي بالفريقين. عصام امبارح شفت تنورين واليوم عم نشوف هذا الماتش مباشره عبر التلفزيون ببطوله اكس اكس ال فوليبول لبطوله لبنان. شو رايك بالاجانب؟ لهلا قليل الاجانب، انا شفتهم كمان بالتمارين بكذا تمرينه بالفرق عم تلعب توش التمرين تبعهم. الاجانب اغلبيتهم مستواهم كثير منيح، بس اللي عم بقول لك اياه وقلت لك اياه المهم يكونوا منسجمين مع الفريق. غالبيتهم اجوا متاخرين شوي حسب هون سرعه التاقلم تبعه للاعيب. رح نشوف. هون عم نشوف لقطه من سقف مجمع الشياح. لقطه حلوه كثير الي، قليل هيدي نشوفها بلبنان. وهيدا وائل كمان شبك، اذا دفع عليها من شبك. 19-12 شادي باسور دلهون قادر يلعب بسهوله على كل لاعبته، معه استقبال كثير منيح. اصلا زلاي مشهور باستقباله، يعني مع البشريه ساعدهم كثير منيح بالاستقبال. وريناتو نفس الشيء كمان. ريناتو منيح. هيدا ريناتو على الارسال بالفيلي. 19-13 تقدم طلائع دلهون. ومعهم بيير حلو كمان من الاستقبال منيح وعنده خبره ودفاعه كثير حلو ومقاتل، يعني لاعب مشاكس ومقاتل بالدفاع. خروج حنو سعاده ودخول حسن بحسون بالرساله. لا دخول بيو. غلطتنا. خروج الابن. خروج الابن دخول البي. البي كابتن الفريق. ما فات محل بحسون. عماد فات محل بحسون. محل بحسون. حنو الابن بعده موجود. حنو الابن بعده على الشبك عم يدرس على السيرفيس. عم يدرس السيرفيس وهالشيء بيعطي فريقه النقطه. وجامب كمان شادي بعلي لرواد. استقبال دفاع عفوا بتوصل من فلامينو. ربيع بيير وطابه حلوه كثير. تنسيق تام بين رواد وشادي شعبان. رواد وشادي صار لهم فتره كثير طويله مع بعضهم، يعني حافظين بعضهم. حافظين بعضهم. يعني مثل ما مبين فريق دلهون رح يكون خطير هالموسم. هالتجانس بين لعيبته مبين من الاول. كان عم يحكي عصام وعم يفرجونا اداء حلو. ب
باللبنانية ما في تغيير كثير بالفريق، يعني هو فريقه نفس الشيء تبع السنة الماضية. طابة بالاوت من تابيا، يعني عم نشوف عماد سليم كان السنة الماضية، وائل كان، شادي الشعبان كان، ورواد كان. نحن عم نشوف اجانب مغيرين بس اكيد مع زيادة اجنبي، هذا اللي عمل الفرق السنة. تايم اوت للرسالة، تايم اوت الثاني للرسالة، هذا اخر تايم اوت عنده. 21-14 فرق 7 نقاط، رح يكفي المجموعة الثانية مرتاح طلائع دلهون. المفروض لحديت هلا فريق رسالة ما فات بالجو كمان بعد مزبوط. خليني استغنم هالوقت لاقول انه حكام الخطوط هن جورج صعب، عبد الله غوش، باسم فقيه، ومحمود غندور، مراقب المباراة توني غانم، ومراقب الحكام الياس الطايع. احصاءات عم نشوف لوغران مسجل 7 نقاط، رواد حسن 6 نقاط، تغيرت المعادلة اللي صارت دلهون بالاول. عم نشوف بالامينو ب5 نقاط من الرسالة، وادمز ب5 نقاط، وتابيا 5 نقاط. يعني عندنا رواد لبناني طاحش بس هو لانه كروس باستور اكيد اوبوزيت. بلوك جديد لطلائع دلهون. هلا لجرام معروف عنده بلوك منيح، عنده مساحة على الشبك وكفه كبير وبينط. شفنا يمكن بهجوم واحد او هجومين، هو نقطه كلها نقطه بلوك. كلها بلوك، بس هلا البلوك كلها رواد كمان. اي صحيح. تابيا ديجونال على شادي 22-15، بينجح انه يسجل نقطه السابعه تابيا، السادسه عفوا. شادي توتال اتاك تبع فريق الرساله 37%، يعني 37% ما بيقدر يحركه لمطرح، بينما الاتاك عند دلهون 64%، فغير استقبال كمان عم بيكون في اغلاط بالاتاك كمان. هيدا لوغران عم نشوفه هلا، كنا عم نشوف سجل الهجوم 23-15. يعني شادي قدر يستعمل النص بسهوله، يعني غير انه البلوك اللي مقابله ابطا منه شوي، مرتاح لانه استقباله منيح، قادر يستعمل النص يعني بسهوله. واكيد وقت يكون الاستقبال منيح بيريح كثير الفريق وبيصعب المهمه على الفريق الثاني. قشط مستوى السيرفيس شوي ندفع عند فريق دلهون، بس ديجا الجاب انعملت، يعني 16-23 مرتاحين، بس للبارتي اللي بعدها مش مفروض، يعني هو قله تركيز السيرفيس عاده بيكون. لك السيرفيس، لك الاستقبال شو حلو، اكيد غلط غلط غلط، اكيد غلط طبعا، اكيد غلط من ادمز بالاخص. شادي جاي من ورا كمان، كان المفروض يتركه، المفروض 24-16. بالدوسيت طابه وحده، وزلاي سيرفيس موفق فيه كثير منيح زلاي، بلوك وصل الطابه، هاي الطابه عن جديد مثل المجموعه الاولى نفس النتيجه 25-16، وطلائع دلهون عم يتقدم 2-0 بهالمجموعه الاولى من المرحله الاولى. هلا طلع لجراع على 9 نقاط ورواد. Have a nice life. الضبضبت مثل الشاطر مع XXL فودكا ميكس، كل خبريه وإلى طعمتها. يعني هيئتهم شباب دلهون وكاترين الـ XXL مولعينا 2-0 نتيجة. عصام تحليلك للمجموعة هون، اوفر فيو بركي بنحكي عنهم. عم نشوف توتال اتاك عند دلهون 66%، عم نشوف معدل كثير قوي لأنه الاستقبال عم بيكون منيح، 38% بس عند الرسالة. عم نشوف الكونتر اتاك 12 من 19، 10 من 28، عم نشوف سوري 13 من 19، 7 من 17، عم شوف الريسبسيون طلع 1 من 22، 3 من 36، وعندك البلوك 1 ليكس دلهون 6، عندك رساله بس بلوك 1 لقطه حنه، والدفاع 14 من 18. يعني كل شيء عم بصب لمصلحه دلهون اليوم. رح نشوف نحن وياكم والمشاهدين المجموعه الثالثه. يعني انا بتخيل كوتش نبيل كان عم بيقول اذا بتوافقني انه ما في مجال يعطوا وجه للرساله، والرساله
اذا بتعطيهم شويه وش بيرجعوا بياخذوا الماتش منك بكل رياحه. شادي كل الفرق البارتي الثالثه على طول هي المقياس بكل متوشه، يعني المفروض يضلوا كابسين، يعني الرساله ما عنده شيء يخسروا بقى، وضل هون لازم يضلوا فايتين، والا اذا على غلطه بيرجع بيطلعوا الرساله بسهوله. يعني هون عم بيتقدم اورديسيلي 1-0 بانطلاق هالمجموعه الثالثه. ارسال محمد حربي وطابي خاطئه 2-0. انا اللي عم بقوله واللي عم شوفه هو السيرفيس مش مهم يتوصل الي، كلنا بنعرف انه لازم يتوصل بزون معينه ولازم يكون سيرفيس اصعب شوي، يعني عم ينضرب على سيرفيس هين كثير عم يوصل، هيدا سيرفيس هين ما فينا نلعب، ما فيك تلعب هيك بالفولي بول، تلعب ببلوك مان تو مان مثل ما عم بيصير هلا. شادي اجمالا كل الفرق صارت برا، يعني بدها تتطور ولا شيء بده يكون معها السلسيك على ارض الملعب، المدرب ما بيقدر يشوف كل شيء، يعني هودي الاشياء ما بيقدر يلاحظهم كله المدرب وين بده يلعب، بالاخص كمان فرق منك شايفها، يعني ما حدا شايف حدا. طابة كمان بيربحها حنو، طابة تب على الخفيف، توب سكورر توب سبايكرز سبايكرز. هذا البورسنتاج محطوط لجران 75%، 67% رواد الحسن، عندك لجران 9 نقاط، رواد الحسن 7 نقاط، هاري تابيا 6 نقاط، لويس ادمز 5 نقاط، ريناتو كمان ما فينا ناخذ هيك لانه مشاد يمكن شايط ثلاث شوطات او اربع شوطات مسجل منهم 75، بينما غيره شايط اكثر عدد اكثر. مضبوط، هون عم نشوف رواد عم بيسجل من ورا الخط، كمان في دقة شبك، هون عم نشوف حنو ما كان ملحق البلوك، ما طلع طلعة كاملة، والرسالة عم بيتقدموا 4-2 لوغران، وعن جديد خطف، عن جديد حنو، يعني عم بيلعب الرسالة هلا على انصاصه كمان، طبيت شوي بعيدة وعن انصاص، مشي حال الاستقبال، مشي حال الاستقبال، لك وين جاي وعم بيلعب خطف، وعلى لعبة ميلت شادية هون هاي الجهة، 5-2 حنو اكيد مع سيرفيس جامب، بلش تبليش منيحه، يلا يا حنو، شادي مستقبل، وائل عم بيعلي لريناتو، دفاع حلو كثير من ادمز، وفلامينو طابه حلوه كثير من فلامينو، 6-2 هذا كنا عم نحكي فيه الي انه ما فيك تعطي وجه، احنا بنقول ما تعطي وجه لانه بس انه اكيد عم نحكي بالعربي الدارج، بالعربي الدارج لانه فريق مثل هيدا صح لازم مستوى الاتاك بالفريق رساله طلع من 37 ل 43% دغري بفضل اربع طابات ورا بعض هلا هجوم مضبوط اللي صار هلا كله انه عم بيدافعوا عم بيعملوا كونتر اتاك، يعني طلع حتى الاتاك والكونتر اتاك لانه كمان تحسن شوي السيرفيس عندهم هون. محمد خليفه كان عم بيعطي تعليمات، حاليا عم نشوف نبيل سرحال هو يلي طلب التايم اوت السريع. مضبوط لانه فريقه صار خسران 6 نقط، 4 نقط فرق. على كل حال فوتة فريق الرسالة من أول هذا السيت، فوتة كانت مبينة، يعني فايتين يغيروا شيء، يعني ما في شيء بقى وراه هون، الماتش خسرانين وخسرانين إلا ما يعملوا شيء بالمعادلة ويغيروا هالمعادلة شوي، ما عندهم شيء يخسروه أبدا. حنو فانت حلو كثير بين وائل وريناتو مع شادي شعبان، شادي الفريقين اللاعبين الفريق دالهون اللاعبين الاربع سريعين اللي معه زلاي وريناتو. هالمرة عماد سحادي كابتن الفريق بحط بالشبك، يعني المدرب نبيل سرحال التايم اوت كان بمحله، وقف انهيار فريقه، اوه لكن شادي ما عم يساعد، 7-4 هيدي ثاني مرة بيعمل غلطة زيادة شادي، اصلا شادي وقفته مفتاح لفريق دالهون هيدي هون لانه بيقدر يربح كذا نقطة على فرد وقفة، بكسر السيرفيس على طول بيكسرهم.
بيرد عليه، برد هالمرة تابيا. هنري تابيا كمان ارسال بالفيلي 5-7. الرسالة متقدم بهالمجموعة الثالثة، بس إذا بنطلع بوجوه نادي الرسالة ما بنشوف هالتعصيب المبين، لأنه واحد خسران بارتيتين، بحسهم رايقين بعدهم. هيدا وائل بلوك مان تو مان، تاتش بلوك مضبوط اونتين، بيربح الطابة ادمز. تكنيكال تايم اوت لمصلحة الرسالة لأول مرة بهالجيم. شادي هلا الفريقين مع انه الاستقبال كانوا مضيعين فريق الرسالة، بس اكسلنت بالبورسنتاج الفريقين. هون عم نشوف الاستقبال برسنتج هذا كله 91%، 83 83 58 و44. ليك الفرق، يعني ال 58 اللي عم نشوف هلا شيلا عنده في فريق بالرساله، في لاعب الرقم 2 بتصور هو اللاعب استقباله كثير منيح عم بيكون، بينما اللاعب رقم 3 استقباله ما عم بيكون منيح. ما بيكون منيح لويس ادمز، ما عم يكون كثير منيح. فلامينو عم يكون كثير منيح مزبوط، يعني استقباله بال 91%، يعني عم يكون كل طبيعته منيحه. رقص وغنى وفرح، هيدي مدرجات الفولي بول. جاي مع الموسيقى تبعه كمان. اجواء فريق الطلائع دلهون. نرجع لارض الملعب. عم نشوف لوبس بالامينو اللي مسجل النقطة الأخيرة على السيرفيس 8-5. زلاي استقبال كويس، بتدافع. برافو يا حنو، برافو يا حنو. وعن جديد بلوك حلو كثير من لويس ادمز، لاعب برا عم بيطلع بلوك نص، هيدا شيء غريب عن جد، ما بنشوفه وين ما كان الا بلبنان. الا بلبنان عندنا بلبنان لاعب مستقبل عم بيطلع بلوك نص. 9-5 تقدم للرسالة على دلهون بالمجموعة الثالثة. هلا اكيد على اثنين لرواد. بهد الطابة محمد حربي بس تنزل عنده. من النتيجة الأجانب بالرسالة عم يجربوا ياخذوا المباراة على عاتقهم. هون عم نشوف استقبال، بقربوا ادمز لقدام. حنوا جوا بالملعب بعده، حنا استقباله منيح اساسا. صبناه بالعين. بعد ادم تتخلص هالمرة، طابة عاطلة كثير. ورواد، برافو يا رواد، برافو يا رواد. هذا برافو لشادي كمان، قلبي حلوة لهون. رواد عم بيقدم مباراة حلوة اليوم. والفريق عم يتقلص لسبعة تسعة. بس سكوررز، تسع نقط. اللبناني عم بيكون بس سكورر، هذا شيء كثير منيح بين ست أجانب. مضبوط. وائل على السيرفيس كمان حنو. يعني عم بيخسروا طبيعة الرسالة هيك 8-9 النتيجة. رجعوا عم بفوتون على المباراة. يعني ما بعرف شو عم بيصير معه، إنه عم نشوف البلوك عندك. كنا عم نشوف البلوك مشادو لوغران 2 وحنو 2 لويس ادمز وزلاي ورواد حسن 1 بلوك. طابة حلوة كثير على الدياجونال الضيق. ادمز شادي طلع مستوى الاستقبال عنده، ريسبسيون على مستواها، الخساره مش قادر يرجع يلعب. عم نشوف هون حتى لوغران شفناه ميل ما لحق. سيرفيس هين زلاي، برافو، خلص الطابة. كمان فيلي، كمان فيلي شبك من ادمز. شادي برايي كانت اللعبة أفضل بس الفيلي. إيه لأنه كان طيب ضل ماشي، هلا هيك صار صارت دقيقة كثير. حيلا نكزة، مش المواجهة على الشبك طابة بعيدة وكذا. مجموعة ثالثة متقاربة لحد هلا. تقدم للرسالة 10-9. 11-9. ها
محمد حربي على السيرفيس، موزع الرساله سرفان، ريس على بيير، هالمره بتتهدى لوغران، كمان محمد حربي، رواد بتدافع وبيلعب على ادمز على النص. عن جد بلبنان بنشوف العجايب، مش بس انه لاعب اربعه عم بيطلع بلوك نص، هلا عم شوف لاعب اربعه عم بيلعب متر على النص. عم بيستعمل كل شيء عنده اياه، ماشي الحال، قادر يفيده بيستفيد منه. كنا عم نشوف وزير الشباب والرياضه عبد المطلب حناوي ورئيس لجنه اولمبيه جا همام عم بيتابعوا هالمباراه. نقطة هون لفريق طلاعد الهون يلي بينزل الفريق لنقطتين 10-12. طابة على 9 امتار من زلاي، طابة حلوة كثير. زلاي على السيرفيس. أول الليبرو. بلوك حلو كثير من لوغران على تابيا. تابيا نقط دياغونال. ما بعرف لانه شادي شعبان على الواحد، مع انه حتى كان فتح له اللاين اذا يعني تطلع بالاعاده. طلع تايم اوت عم بيطلبوا بسرعه. محمد خليفي، محمد خليفي كوتش نادي الرساله، بس مثل ما مبين شادي تابيا على طول عنده دياغونال، دياغونال اتجاه على دياغونال، ان كان من هون على دياغونال وعن اثنين دياغونال. يعني هيدي مثلا على طول بالستاتستيك الفرق صارت بتلاحظها، يعني بيقدر يعمل وين بيشوط كل لاعب، الفرق بتستعملها على طول. اكيد تذكير سريع بالنتيجة، فريق دالهون متقدم 2-0، 25-16، 25-16، حاليا الرسالة بالمجموعة الثالثة متقدم 12-11. في عنا ثلاث لعيبة عم يتنافسوا على البست سكوررز، رواد ولوغران ولويس ادمز. رواد معه 10 نقط، لوغران معه 10 نقط، لويس ادمز معه 9 نقط. عم نشوف كنا مراقب الحكيم، الحكم العالمي الياس طايع. طابة جديدة بيربحها فريق الرسالة وبيرجع بيزيد التقدم ل 13-11. ادمز على الارسال. اكيد سيرفيس جامب من ادمز. تمام الشبك. يعني ما عم بيحاولوا يستفيدوا. بيتقدموا نقطتين وبيخسروا حالهم النقطة. لوغران. برافو يا ادمز. برافو يا بالامينو، هيدي تاني نقطة بيعملها بالامينو. لاعب ذكي كثير، عم يحاول يصلح كل طابة. ورايق ورايق، ما بيخسر طابة هيك، كثير رايق. طلع فيه على طول رايق، منه معصب. حنو سعادة على الإرسال. برافو يا حنو. إيس. بيعطي تقدم 3 نقاط لفريقه 15-12. يعني عم يجرب يطلع على التكنيكال تايم اوت ويحط ضغط عليهم، يحط ضغط على دالهون. حلو بسيرفيس وطلع على 7 نقط كمان. طابه بالاوت و16 12. في اخطاء عم تصير صارت فريق الرساله، فريق دالهون. يعني ما بعرف، في انا بقشع اشياء ما بعرف. انت كمدرب تقشعها؟ ايه، انه في اغلاط، انه عم بيعطي على السته ومعه على النص، النص عاطل، يعني في يربح على النص قبل ما يربح على السته. بشوف الهجوم عندي على الشبك بالاول. شادي اذا ما معك لاعب على النص يعني قادر ياخذ طابه نص، ما فيك تعطي على السته. هو عم بيعطي على السته ولاعب النص ما قادر ياخذها، يعني السته بتلعب ضمن فن، ومعه لاعب اربع اجنبي موجود كمان معه، ما عم بيخسر رواد. ما عم بيخسر، ومع رواد مش عم بيخسر في شيء. ما يعني هيدا مش تنويع، لازم المدربين يكونوا اوعى شوي. يعني مش قصه المدربين، لازم نحن نلعب تنربح، ما بلعب حتى اعمل شو، لازم العب تربح، خصوصا صار السكور 16-12 وما حدا بيعرف الماتش كيف بيروح، وكل الناس بتعرف انه طابه الفولي بول بتبرم خصوصا هو الفريقين. يعني ابدا مزبوط، بارتي بتكلف منيح، بارتي يعني كانوا فايتين عليهم بالرياحه، هلا اذا عطوهم هون البارتي ما حدا بيعرف شو بيصير في المباراه. طح. حنو سعادة من جديد على ارسال لمصلحة الرسالة السرفان، فريقه متقدم 16-12 بالمجموعة الثالثة. استقبال من زلاي، شادي على رواد. طابة بالاوت من رواد، تضرب بالشبك تطلع اوت.
والفريق عم بيزيد لخمس نقاط لمصلحة الرسالة السرفان 17-12. يعني لهلا شادي معه استقبال مبكل، استقبال فوق 70% 75%. تايم اوت سريع جدا لفريق طلائع دلهون، والاحتفالات تاني ميلة، جمهور الرسالة عم يحتفل. عندنا كمان نسبة الاتاك تبع فريق دلهون نزلت ل 59% من 63، وهذا من الاسباب الرئيسية للخسارة. يمكن عم شوف كمان انه مستوى الاتاك والاستقبال عند الرسالة كمان تحسن عصام. مزبوط، بس كمان في شيء انه صار هون عم يخسروا كثير اتاك. صار مزبوط 17-12. حنو بعده على الجمب، كمان جمب من هنو 18-12. هيدا تاني ايس بهالوقفة، بهالوقفة نفسها 18-12. والرسالة عم يتوجه بركي ليرجع على المباراة بهالمجموعة. هالمرة بالاوت حمس كثير حنو، عمل البريك، بس عمل البريك اكيد صار حنو ضمن الخمسة الاول بالبست سكورر. 8 نقاط مسجل، سيرفيس من شادي شعبان، حنو على الاستقبال والطابة جوا من تابيا. إذا ملاحظ شادي كيف عم يضرب سيرفيس، صار عم يحاول يسيب نقطة الواحد، ما عم بفهم ليه. هيدا جمهور الرسالة عم يحتفل. 19-13. تابيا على السيرفيس، هل يا ترى كمان في ايس؟ كمان ايس، كمان ايس. 20-13، فريق كبير. يعني فريق الرسالة إذا ربح المجموعة بيصير عودته كتير كبيرة. أنا بتخيل نبيل التيم أوت اللي أخده دغري كان سريع شوي، كان المفروض يتاخد هلأ ترجع يروق الفريق. سريع سريع ومتسرع. أي 16-12 17-12 أخذ تاني تيم أوت. يعني كان عنده أفونتاج، كان عنده يعمل شغلة تانية تشانج بسيط يقدر يعمله، ما يخسر تيم أوت بعده بنص السات. هو هيك ٢٤-٢٠ دلهون بعده بالمباراة. رسالة بده يربح الشوط الثالث، وريناتو استقبال تحسن، دفاع من شادي، وائل عم بيعلي، طابة عم توصل، هنو كمان على الاستقبال، وكمان سوء تفاهم. وريناتو هالمرة بتتخلص، وبالامينو بخلصها لزلاي، وتاتش بلوك من زلاي. انا كمان ما عم بفهم شغلي، شاط مرتين عن ستة، معه واحد ومعه اربعة، ما بعرف محمد شو عم بيعمل. 15-20 هيدي بتصير، بس في شغلة اساسية كمان فريق الدلهون. سوري هون في سكورز 10 نقط من رواد الحسن، لوغرام ب 10، لويس ادمز من الرساله ب 9، فلامينو كمان ب 8، وتابيا 8. في عندك حسن كمان 8. وبلوك هالمره من سعاده تخلص، ورواد طابه جوا. 16-20 سكور عم يرجع. والله هيدي المجموعة مجنونة، مجنونة حلوة، هاي مجموعة حلوة. هون عم نشوف بلوك بالامينو، بلوك عالي، رواد ب 11 نقطة، وريناتو على ارسال لطلائع دلهون. ادمز، اوه طابة حلوة كثير من بالامينو، يا ريت فينا نشوف من وين شاط بالامينو. طلع كثير عالي من فوق البلوك، طابة حلوة كثير بين البلوكين، حلوة كثير من بالامينو بين رواد ووائل. 21-16 تقدم الرسالة على دلهون، وبالامينو كمان على الجمب.
كمان ايس من بالامينو. هذه بارتيت سيرفيسات يعني كانوا الاخطاء بالسيرفيس صاروا محلهم. خمسه ايس يعني بتاني شوط كنا شفنا حوالي سبع اخطاء ثمان اخطاء، هلا عم شوف خمسه ايس رساله بفرد شوط. هيدا مش الرساله اللي شفناه باول مجموعتين ابدا. أوه. هيدا كمان ايس عن جديد 23-16 والرساله السرفاند كثير قريب من انه يرجع. عاملين ست ايسات هالست، تغير سبع ايسات سبع ايسات. وعن جديد بالامينو هلا وائل ولعت على ارض الملعب وولعت على المدرجات، حماس من الجمهورين. بالامينو صار 11 نقطة، صار هو روادة بتنافس على البيست سكوررز. قلت لك عنه من اول ما بلشنا المباراة. وائل ربح 17-23. سيرفيس فلوت من وائل. هنو على الاستقبال، برافو يا هنو. في تبديل حنا 17-24. عم نشوف كنا دخول عماد محل رواد الحسن. رواد الحسن 24 نقطة وحدة زلاي ورواد. برافو يا رواد. 18 برافو يا رواد. رواد عم بيلعب مباراة كثير حلوة وأجل نهاية المجموعة، يعني ما أجل كثير، صارت صعبة شوي، صارت صعبة. نقطة وحدة هلا رواد بياخذ أكيد فور ريسك على السيرفيس. ما بهمه هلا وقتها، إيه ما بهمه بقى يوصل، بهمه يضرب. طيب جوا وهيدا بالامينو. بالامينو عم ينهي المجموعة لمصلحة الرسالة السرفان 25-18 وعم بيطول المباراة. مجموعة على الأقل عودة للمجموعة الرابعة من بطولة لبنان XXL بين الرسالة السرفان والطلاعد الهون. أوفر فيو هون عم نشوف في تحسن بالتوتال أتاك، عندك نزول من دالهون كنا 63 سنة و 61 بينما عم نشوف بالرسالة طلع الأتاك عندهم. عن الاتاك كمان كونترا اتاك 16-26 11-25 كمان تحسن. الريسبشن عم نشوف كمان في تحسن عند الرساله وفي ضياع عند دالهون. عم نشوف الايسات اللي تسجلوا سبع ايسات هون اللي بينوا هلا. السيرفيس تقريبا عم نشوف كمان عدد اخطاء كثير كبيره عند الرساله بس في تحسن. البلوك كنا بتذكر 7-1 صرنا 7-3 والتوتال ديكس كنا 28-22. عم نشوف في تحسن عند الرساله، مش هيك قدروا يروحوا للشوط الثالث. يلا منروح نحن والمشاهدين للمجموعة الرابعة بقاعة مجمع الشياح والإرسال رح يكون لمصلحة فريق الرسالة مع محمد حربي. يعني اللي هيدي المجموعة هي مجموعة مصرية، أنا بحسها أحسن من المجموعة الخامسة. هاي المجموعة للرسالة يطول ويروح لشوط خامس، ودالهون لازم ينهي هلا لانه مش مصلحته ابدا يلعب شوط خامس. وبلوك من ادمز على زلاي. بدايه جيده للرساله. محمد حربي مكفى على الارسال. رواد تاتش بلوك من رواد. تاتش على رواد. رواد عم بيعترض. اكيد كابتن الفريق شادي الوحيد اللي يحكي مع حنا الزيلع. 2-0 للرسالة. محمد حربي بعده بسيرفيس فلوت. بيرحلوا على الاستقبال. وهالمرة لوكرون طابة خط حلوة كثير. بيقلص الفريق، بعدنا بداية المجموعة لكن مثل ما قلت شادي مصمم فريق الرسالة عادل بينما دالهون حابب ينهيها. لازم ينهي مش حابب. تابيا
هالمرة غير ضرب على شادي بدل ما يضرب على لوغران. مظبوط 3-1 على شادي شهبان. رواد ما تحرك. ادمز لويس ادمز زلاي ورواد هالمرة رواد شبك شبك شبك. ثلاثة اثنين او اثنين ثلاثة. وزلاي على الارسال. زلاي استقبال من حسن وطابة حلوة كتير من بالامينو. كمان هون عم شوف سورس شادي شعبان بثلاثة، هنو باثنين، بالامينو باثنين، تابيا باثنين، وادمز واحد. في لوغران كمان عنده واحد زيادة. اوه شادي حلوة كتير، ذكية كتير من شادي وبوقتها. وعلى حنو هون عم نشوف جامب طابة قلبها بسرعة. هون عم نشوف الغلط من البلوك، البلوك واقف ايديه تحت. في تغيير رجع فريق دلهون، فات عماد عماد محل رواد. محل رواد محل وائل رجع الفورماسيون الأساسية. أكيد تابيا شبك مظبوط. تعادل 4-4. شادي شعبان لازم يرجع يلعب شوي بستيل أخفف أبطأ، لأنه اللاعبين مش عم بيقدروا بقى يجيروه، مش عم بيقدروا يجيروه، لانه لازم يكون شوي سريع كثير، لانه صار اكثر تحت الضغط اللعيب، ما بيقدر يكون كثير يعني عم بيركض ورا الطابات. الاكيد انه استقبال فريق الرساله بهالمجموعتين الثانيه الثالثه والرابعه هون عم نشوف افضل. سبايكرز تقريبا 67% لرواد، مثله مثل ما شادوا، بس اكيد رواد شايط اكثر. وكمان وائل ربع، وائل كمان نسبه قليله من الشوط، قليله من الشوط، بينما حنو عندك 57 وعندك ريناتو ب 54. كمان ايس بيرجع فريق دلهون يتقدم بهالمجموعه الرابعه لاول مره 5-4. لقراء على طول عم بيكون ورقه رابحه معهم، بس بيكون عم بيضرب بالسيرفيس عم على طول عم بيقدر يسجل. مضبوط كمان سيرفيس ما عنده اخطاء بالسيرفيس. كمان 6-4. مباراة عم تشتعل. لقران لهلا عنده 3 ايسات وعنده 8 اتاك من 12 ومسجل 12 نقطة، وهذا سنترال عندهم. تايم اوت عم بيطلبوا محمد خليفه قبل طبتين بركي من التكنيكال تايم اوت. 6-4 كانوا 4-2 عملوا 6-4، يعني كان في مشكله. هلا انا يمكن كنت حليتها ب لانه جاي بعد نقطتين على تكنيكال تايم اوت، كان فيك تعمل تشينج بسيط تغير في نتيجه، وعنده يقدر يعمل تشينج يعني ما بعرف. كل مدرب عنده وجهه نظره 100%، بس انه عم تخسر على 6-4 تايم اوت وانت بحاجه له بعدين، اكيد انه اكيد الشوط اذا كان قريب، خصوصا انه فريقه مأخر يعني ما في يترك الفريق عم بيخسر بهالطريقه. وهذا الفرتي بده يجيبها بحي الله ثمن، وعارف انه دلهون عم بيلعبوا تيجيبوها. هلا كل واحد بيقدر يقرا فريقه بطريقته بالنتيجه. لوغران ماشادو لوغران البرازيلي عم نشوفه من ورا السيرفيس. ريسيف ريناتو ب 80%، حنو ب 77، عندك بالامينو ب 62، وفيار حلو الليبرو ب 53%. والطلائع عم بيزيدوا تقدمهم ل 7-4. كبر الفريق قبل التكنيكال تايم اوت. يعني رجع فوتهم على جو السات لوغران. لوغران طابة بتنلقط، محاولة تسقيط ناجحة، والتكنيكال تايم اوت لمصلحة طلائع 8-4. مش عم بعرف الموزع شو عم بيعمل رقم 5، ما بعرف انا بطريق الرساله اليوم كل شيء جديد علي.
هذا الموزع. شادي لجران كان بثالث سات اللي خسروه كان عم يضرب سيرفيس فلوت، ما عرفت ليه، مع انه كان اول ورقه اساسيه معهم، بس يمكن شاف السات كثير بعيد صار، حب يريح حاله شوي. هو مش هيك، يمكن لانه صار في اغلاط كثير من الشباب على السيرفيس. مش قادر يربح. 8-4 تقدم لطلائع دلهون. اللي 4-2 8-4 ست نقاط على التتالي مشكله. هيدا كنا عم نحكي عنه باول المباراه، اللي قدر بالشوط الثالث الرسالة يلاقي حاله بيستقبل صح، بينما هلا بالشوط الرابع عم نشوف استقبال عاطل. 8-4 نتيجة كبيرة كثير. هون عم نشوف الدفاع من لويتش ادمز 8، حنا سعيدي 7، بيير حلو 6، رواد الحسن ب 5، وشادي شباب ب 4. شادي شيل اول سيت من المباراة، المباراة مستواها كثير حلو عالي بكل الاداء. عم نشوف في لمحات هجوميه حلوه كثير، وحتى الفرق في دفاع في بلوك، يعني عم يكون في بكل المهارات موجوده. وهي الغلطه زيتها قصه السته مش عم يخلصوا منها. وتلاي بيرفع النتيجه ل9-4. زلاي لاعب ستابل، ساعات بتعوزه موجود. بعدين ادم صار اخذ تقريبا حوالي 6 اتمت عن المركز رقم 6، وكلهم عم يسقطون معه. افضل ضارب عنده على الاربعه ما عم بيعطي. هيدي عم بقول لك انه في خيارات عم تكون كثير غلط، ما بعرف ليه. وبعده مشادو لوغران على الارسال. معه كمان تابيا اثنين. انه الستة ما فينا نستعملها الا اغلبية الوقت بكونتر اتاك، وطابي جاي مبكر اللي معه قطيف. هاي أول نقطة للرسالة بعد 8 نقاط سجلون على التوالي فريق دلهون. 5-9 تابيا. زلاي ريناتو. بلوك من ريناتو. كمان شادي هذه مشكله كمان بقصه للباسور، جايه موشات كثير بعيده، فوت تتعلق، خذ وقتك وعلي باس بالعالي، ليش بدك عم تهربوا على اثنين بلوك، عم تزركوا اثنين بلوك. فلامينو بيلقط البلوك. ريناتو ما عم نشوفه كثير لمحات هجوميه اليوم، غريب. رجعنا للاخطاء بالارسال عند فريق الرسالة. 10-6 تابيا لهلا مش موصل سيرفيسين ورا بعض، على طول بيسجل ارسال بيخسر الثاني. شادي نفس الغلطة، مش مشكلة انه بس كان عم يضرب شوي سيرفيس اعلى من هيك، هلا اللي اجى وطي مشي حاله فيه. برافو يا رواد. كمان خارج الملعب. طيب جوا بقول الحكم. طابي على الزيح. طابي جوا على الزيح. لمست الزيح. 17 وبالامينو. وبتربح رواد ما بيلحقها. غريبة هالمباراة، فريقين عم يربحوا نقاط ببلاش وعم يرتكبوا أخطاء ببلاش. هلا هيدي يمكن نقطة مش ببلاش، بس هيدي بمساعدة الشبك، فيها نقول شانس أكثر ما هي، لأنه لفت نزلت تحت الشبك دغري. بالامينو كمان على السيرفيس. دومينيكاني لاعب رايق. توب سكوررز رواد الحسن ب 14 نقطة، معدل هو بالامينو ب 14، وكمان ماشادو لوغرون ب 14، تابيا ب 12 نقطة، ولويس ادمز ب 11. يعني عم نشوف التابيا اللي هو الكروس باستور الاوبوزيت بيد الرسالة، عم نشوف مقارنة برواد الحسن اللبناني اوبوزيت، اكيد رواد عم بيكون افضل منه. مضبوط، منسجمين كثير هو. اول شيء رواد عم بيلعب سنة الماضية موسم حلو، والسنة هيئته مبلش موسم حلو، ومعود وشادي كثير، بينما تابيا لهلا بعد ما شفناه. ارسال من ريناتو. 11-8 ادمز على الخفيف. ادمز على الخفيف، المفروض كان بيير يشيلها. مزبوط، بس ثابت شوي بعيدة لجوا ندفي على ميالي على الخمسة أكثر من الأربعة، هو فايت على الدياجونال الصغير. بيير استقبال كثير منيح.
زلاي بلوك من محمد بس بلوك اوت. فرق عم يضل تقريبا ثلاث نقاط لمصلحة طلائع دلهون. نقطتين ثلاثة. 12 9. بعده هلا لجران 14 نقطة وبالامينو 14 نقطة ورواد الحسن 14 نقطة. تنشيل محمد بيلحقها على المدرجات. 13 9. بيعملوا البريك عن جديد. دلهون كونتر اتاك متميز كثير دلهون في اكثر من رساله هلا. قطبت السته ما بفهمها. بدي اعلي على الواحد. بس هيدا البلوك غريب. بلوك راس. 14 9. شبك من زلاي. 14 10. تقدم تقدم لطلائع دلهون على الرسالة السرفان. محمد حربي ريناتو اكيد خلص كل طابة سريعة لقراء عالي طابة اللقط مشيت منيحة بعدين انه عم بيلعب لاعب أربعة النص ضده هلا عم نحكي عنه. 15 10 طلائع دلهون متقدم بخمس نقاط ومتقدم بالمجموعات 2 1. برافو برافو يا حنو علو جران قطع. حنو بياخذ طابته بعيده وحنو بيعرف بيقدر يدير بايده. لويس ادمز ما شفناه كثير اليوم كمان ما عم نشوفه شفناه كثير بسيرفيسات بالشبك. ثاني تكنيكال تايم اوت لمصلحه فريق طلائع دلهون 16 11. 9 9 من 20 اتاك ربحهم عنده 12 نقطه ربحانا وخسران ثلاث سيرفيسات. ساعه ونص تقريبا صار للمباراه راح نشوف اوفر فيو. عم نشوف الاوفر فيو عندنا على اللابتوب. عم نشوف فريق دلهون بالسايد اوت اتاك 60% بعده محافظ على الاتاك تبعه. عندنا سايد اوت اتاك كمان نفس الشيء 25 من 42 23 من 55. الكونتر اتاك هون عم نشوف فرق كثير كبير 66% لنادي دلهون بينما 46 بس عند الرسالة الطرفان. والتوتال اتاك 62% ب 43%. عندنا الريسبشن 8 من 53 5 من 65. عم نشوف غلط كثير عند الريسبشن عند ال عند دلهون البارتي صحيح. 6 من 11 ريسيت بينما 8 من 14. عندنا البلوك 1 8 تحسنوا كثير رسالة 6 و26 توتال ديكس كمان الرساله. عم نشوف دفاعيا افضل شوي من دلهون. مزبوط. اوه سيرفيس كثير بعيد من زلاي. يعني هون بتصور زلاي كان عم يجرب يضرب على بالامينو تيشل شوي الهجوم عنده بس ما صابت عنده اجت برا. ريناتو اللي ما شفناه كثير. ما هي طابه مستحيله يعني مش طابه كثير بعيده عن الشبك. 17 12. عم نشوف هون البلوك طالع كثير برا. مضبوط ما انه طابه بعيده قادر يتحكم فيها اكثر بس هو فات سريع شوي لحقوا البلوك ورجع اخذ لورا طالع الطابه ورا ظهره. رجع لجران عند جامب ادمز استقبال عاطل بتوصل وريناتو عن جديد بتدافع باس لبالامينو. زلاي دفاع حلو كثير رواد هالمرة. ادمز وسعادة على الخفيف تتخلص. برافو يا رواد برافو يا رواد برافو يا رواد. هذه الفسور لازم يلعبها على الاربعة لعبها على السريع على عماد من طابة بعيدة. هاي طابة فوت اتاك ما بترحم نقطة لالن. واحدة من أبوتاج. اطول طابات هيدي المباراة كنا عم نشوفها. 18 12 تقدم لدلهون على الرسالة السرفان.
هيدي أول مرة بجرب لوغران يتزاكا، المرة تطلع أول غلطة بيعملها يمكن على السيرفيس. عم بيحاول يضرب سيرفيس كان لقدام بس كان سيرفيسه ما عم بيخسر يعني ما عم بفهم. مش مفروض أبدا، ما بعرف ليش غير، بركي المدرب قال له ولا ما بعرف. بتصير بتصير بتصير. تابيا بيرد عليه، بيردون على الماتش، تابيا ما مش الحال. 19-13 اليوم عم نشوف بفريق الرساله في عنا باليمينو فارق عن ادمز وتابيا، عم بيكون لعب ثبات اكثر مش ما عم يستعملوه كثير مع هذا كله. وهيدا تابيا هيدا باليمينو من تحت وماشي هو راكد. 19-14 ما فريق الرساله. الرسالة باليمينو هلا رواد الحسن صار 17 نقطة، لجران 15 نقطة، باليمينو 15، لويس ادمز 12. يلا هيا هيا وعماد هيا عماد هي أول شوطة لعماد. أول شوطة بشوطة عماد 100% أتاكو إيه 100% مش خسران. وعم يرفع الفارق إلى 6 نقاط 20-14 تم أوت الرسالة. دل هون بتصور انه رجع خلص من الصعب بيقدر يخسرها هذه السات. ايه انا بتخيل الرساله يمكن بالشوط الثالث فرقوا شوي بالسيرفيس والاستقبال بس رجعوا على الاخطاء الكثيره. نحن كلنا بنعرف الفولي بول ما في اخطاء مضبوط، ما في الغلطه الغلطه ممنوع الغلط تركيز ما في، يا بتركز يا ما بتلعب. 2 تايم اوت لمحمد خليفة. ريناتو البرازيلي على السيرفيس. جمب. هنو. تخلص. وجلاي. يعني جلاي بهالطابة تقريبا تقريبا بعد كثير فرق 7 نقاط وعم بيقربوا فريق طلائع دلهون لنهايه المباراه. من نهايه مبدأ المباراه كنا حابين نروح لمباراه لشوط خامس بافتتاح بطوله لبنان اكس اكس ال للدرجه الاولى. ريناتو ريناتو بالفيلي 21-15 او 15-21 كابتن الفريق الفريق الرساله عماد سعاده. سيرفيس ايزي ريناتو. زلاي زلاي في مشكلة بس الباس الستة اكيد في مشكلة، هيدي مشكلة اساسية بالكونتر اتاك او بالاتاك حتى عند فريق الرسالة. رضوان البلبل عم بيضرب جمب سيرف. رضوان يعني مسقع على الحرارة 19-9 عم بفوت بدل عماد سليم. لا بس هو بيضرب جمب سيرف يعني اختصاصه جمب سيرف هو هيك. رضوان طابة غلط، طابة حمل 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 مزبوط، ما عم نلعب بيت شون مزبوط. هذه مش مسموحة ايد مفتوحة، ايد مفتوحة مش مسموحة على القافية على القافية. 16-22 ومحمد حربي على الارسال للرسالة. ريناتو 100% استقبال، برافو يا ريناتو بيستقبل وبشوط عن الستة مضبوط. هذه الطابة مثلا هذه الستة طلع الخطيف طابة بايده شلحوا اياها من ايده وعطيها للستة. نشوف بلا بلوك طابية اكيد ما لحها، طابة سريعة بتجي على الستة بتخلص طابتك يلا الكروس يلا الاربعة. رواد الحسن على الارسال لمصلحة طلائع دلهون. برافو يا حنو. حنو عم بيلعب مباراة حلوة بكلها اجمالا اتاكو كله عم بيكون ربحان. يعني عم ننسى انه عم يلعب على لوغران، يعني لوغران بلوك كثير منيح عم بيقدر يسجل عليه. يعني حنو 6 من 9. كمان ريناتو
ما بتقطع طابتين من رواد. لازم ينتبه كثير شادي هون. 18-23 رواد الحسن 17 نقطة، رواد 17 نقطة، لوغران 15، بالمينو 15، تابيا 12، ولويس ادمز ب 12. وفي تايم اوت عم بيطلبوا دلهون. دلهون كوتش نبيل. نبيل سرحال يعني اليوم فريقه فرجينا انه فريق ممكن انه ينافس على المراكز المتقدمه، والكمستري راكبه بين الاجانب واللبنانيين. مبين انه فريقه جاهز جاهز، عارفين حالهم شو عم بيعملوا جوا الملعب، هذا اهم شيء. وما بدنا ننسى انه هيدي ارضهم اللي عم يتمرنوا عليها وملعبهم، واكيد هيدا عامل بيساعد كثير. 18-23 لويس ادمز، سيرفيس فلوت بتخلص من تابيا، مين في غير بالامينو، وبتربح من بالامينو. يعني فيها شوية حظ. لا انا لعبها على طول اللي بيكون النص فاضي بالملعب، لانه بس يفتح ايده اللاعب لورا عم يشوت كل الديفونس بيرجع لورا باي ريفلكس، يعني فبيجيبها بالنص. 23-19 يعني طابه بعد، وبنرجع بنشوف المباراه عم تولع. ما بتخيل، انا بتصور هلا اذا كان الاستقبال منيح انا بتخيل راح يعطي نص، هيك مفروض ينلعب اذا كان الاستقبال منيح. ما زال هاي برا 24، طابه وحده بتنهي المباراه. يعني لجران استقبل هو كمان، ما هو مشان هيك بس عندك البلوكرز، عندك لوغران 3، حندو 2، لويس ادمز 2، الزلاي 2، ورواد الحسن 2. والزلاي على الارسال، بركي اخر طابه، اوه بحطها بالفيلي. 20-24 على كل حال، انه بعد البارتي حندو كان عم يكون موفق بالسيرفيس، وما بعرف اذا بيقدر يعمل 5 سيرفيسات او 6 سيرفيسات لينهي البارتي. يعني بده ياخذ ريسك اكيد على ما عنده شيء. استقبال من بيير وريناتو، تاتش بلوك، ترجع زلاي وبينهيها شادي. بينهيها شادي بذكاء كثير كبير، برافو يا شادي. 3-1 عم تنتهي المباراة. مبروك لدلهون، اكيد مبروك كثير كبير لدلهون، والرسالة السرفان بركي بالمباريات الجاية بفرجونا أداء أحسن. نحن بدنا نقول لكل المشاهدين انه اسبوعيا رح نكون معهم بنقل كل يوم سبت مبدئيا، السبت الجاي رح نكون بمباراه تنورين وكسبة مباشره من قاعه النادي الرياضي غزير. تنورين حبوب، تنورين حبوب، حافظ البرنامج كله سوا، برنامج تنورين. اذا مشاهدينا، بعد هالاداء الرائع يلي شفناه بافتتاح بطوله لبنان للفوليبول، انا وشادي وعصام وكل فريق الاحصاءات بدنا نودعكم، وبنرجع بنلتقي نحن وياكم السبت المقبل بمباراه جديده من بطوله لبنان XXL للفوليبول. الى اللقاء. انت